Alhamdulillah. Khairin alhamdulillah. Kayak Ustaz. Masya Allah, Miqdad. Barakallahu fikum. Kaifa halul qaryah? Bikhair. Bikhair, bikhair. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Qabla an nabda darsan jadidan fi bab al-buyu' al-manhi. Al-buyu' al-manhi anhu. Sanukarrir qalilan ma yata'allaq bi al-amwal ar-ribawiyyah. Khasatan ma yata'alak bisu'ali ba'di tulab alladhi sa'ala hukmi al-iqtirat ruzzan al-yadfa' ruzzan akhur amla aw yadfa' bin nukut hala litakalamna fi tersil maldi'na fa'ba'da an roja'tu al-mawdu' tabayyana anna al-iqtiradu anna al-iqtirada yakhtalif anil bay' عقد الاقتراض او الدين عقد الدين يختلف طريقته عن عقد البيع وبالتالي الذي يشترط فيه ثلاث شروط الاموال الربويه انما هي في عقد البيع انما هي في عقد ماذا البيع لان ذكر في الحديث اذا كان فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بين اذا فبيعوا هنا في هذه الشروط في البيع هذه الشروط إنما في البيع ولكن في الاقتراض قال العلماء أنه لا يشترط لا يشترط ماذا التقابض ولا يشترط الحلول بل هذا هو يعني ماذا ماذا هذا هو الدين هذا هو الدين جائز يعني مثلا أنت تقترض من جارك رزا كيلو واحد رزان وترجئه كيلو واحد رزان فهذا جائز فهذا ماذا؟ جائز لا يشترط التقابض ولا يشترط الحلول لأن العقد إنما هو عقد ماذا؟ البيع واضح؟ إذن لابد أن نفرق بين عقد البيع وعقد القرض ففي عقد القرض يجوز عدم ماذا؟ الحلول ولكن العلماء يشترطون في القرض التماثل أي بمعنى إذا اقترضت كيلو واحد رزا فترد كذلك كيلو واحد رزا هذا يا شباب هذا هو التماثل ولكن إذا كان المقترض يزيد بزيادة وهذه الزيادة يعني ليس مشروطا من البداية بل هو إحسان من قبل المقترض هل هو جائز غير جائز يا شباب؟ هل فهمت؟ جائز جائز ها؟ إذا أكرر السؤال أنا أقترض من جاري كيلو واحد رزا ثم عندما أدفع أزيد بكيلو ونصف لماذا؟ لأن هذا نصف يعني إحسانا مني ليس طلبا من قبل المقرض وليس مشروطا في العقد بل هو من باب الشكر والإحسان مني لأنه قد ساعدني في هذا مثل فهذا حكمه ماذا؟ جائز نعم بل هو مستحب أن يزيد المقترض شيئا من باب الشكر بل هو مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يقول أحسنهم قضاء خيركم أحسنكم قضاء من أحسن في قضاء الدين بالزيادة وهذه الزيادة ليست مشروطة في العقد فهو أحسن فهو ماذا؟ أحسن والله يا شباب فكذلك في الدين المالي في الدين المالي إنما تستدين من زميلك مليون وزميلك لا يشترط زيادة بل يريد منك مليون فقط ولكن باب الإحسان زيد مليون ومئة مثلا
faliziyasyan bal hal ihsanan minka wala ba'sa bihi wala ba'sa bihi Allahu alam li anna laysa mashruut min al bidayah bal huwa min qabili al ihsan. Nah, oke, jadi ثم المسألة التي تكثر في المجتمع كذلك من المسائل التي تقع كثيرا في المجتمع هو ما يسمى بتكر تنبه في الذهبي. تكر تنبه في الذهبي. واضح؟ هل يجوز أو لا يجوز تكر تنبه في الذهبي؟ لا يجوز. لا يجوز. نعم. إذا كانت الطريقة مثلا إنك ذهب جرام واحد قديم وتريد أن تبدله bimala gramaini atau gram wahid mara ukhra walakin tazidu mablaghan minal mal matlan fala hukmuhu la yajuz. Kaifa tariqah hatta yajuzu dhalik? At-tariqah mala bi an tabi'a ma indaka. Gram wahid ada kam tamanu bi indal ba'i ba'da dhalika ishtari ma turidu min zahabin akhar. Jayid hadhihi at-tariqah. Tasbi tariqah tukar tambah wa inama tariqah an tabi'a awalan al-dhahab alladhi ma'aka thumma tashtari dhahaban jadidan kama turidu fi hadha ad-dukan aw fi dukanin akhar. Wallahi ya syabab. Ustaz, in kana tukar tambah fi ahyanan fi mana? Tukar tambah ahyanan al-fi counter counter HP atau counter. Ya akhi, al-jawwal laysa min al-amwal ar-ribawiyyah. Al-jawwal laysa min al-amwal ribawiyah bitali la bas bi yajuz. Al-jawwal wa ad-daraja wa as-sayyara hadhihi laysa min al-amwal ribawiyah bitali yajuz dhalik. Alladhi mathaltu anifan fi adh-dhahabi. Li'anna adh-dhahab min al-amwal ribawiyah bitali hadha la yajuz. Wadih? Amma fil jawwal fa hadha jaiz li'anna laysa min al-amwal ribawiyah. Allahu a'lam. Baik. خلاص طيب اذا نواصل الدرس الان نواصل الدرس باب جديد وهو فيما نهي عنه من البيوع وغير ذلك اذا اردتم من الشباب التوسع فيما يتعلق في الاموال الربويه فاحثكم ان تشاهدوا وتستمعوا الى محاضرات المشايخ في اليوتيوب كثير جدا اكتب ما يتعلق بالاموال الربويه سيظهر محاضرات كثيرة من المشايخ الكبار فإذا أردتم توسع هناك موضوعات كثيرة موضوع كذا موضوع كذا ما يتعلق بالربا هذا متوافر جدا في اليوتيوب وبالتالي من أراد التوسع في مسائل موسعة في ما يتعلق بالربا فعليكم بمشاهدة المحاضرات للمشايخ فيما يتعلق بأموال الربوية وغير ذلك من الموضوعات ولكن عند مقرر التالي علينا أن نفهم هذه المقرر أولا هذا المقرر أولا وإذا توسعنا نخشى على ندرك إكمال هذا المقرر بالتالي لا نتوسع كثيرا إنما قليل فقط من باب الزيادة المعرفة وإنما التوسع هذا فيما بينكم طيب نبدأ من يريد مشاركة رقم واحد هل موجود رقم واحد حاضر يقرأ هل يوجد رقم واحد؟ من رقم واحد؟ نعم تفضل اقرأ نريد بالترتيب حتى يقرأ كل واحد يعني الدرس وعنده مشاركة جميعا إن شاء الله اقرأ يا أخي فوز الإحسان أنت رقم واحد؟ أستاذ من رقم واحد؟
aw yuqal lamastahu faqad bi'tu kahu wal munabadzati bi an yaj'al an nabadza bai'an wa bai'il hasati bi an yaqul bi'tuka min hadil aswabi ma taqaw hadil hasatu alayhi aw yaj'al ar-ramya bai'an aw bi'tuka walakal khiyaru ila ramyiha. Yakfi, yakfi, barakallahu fiik. Syukran ya Dafa. Nah. Dan halal bab Ustaz Ana Herdi Ustaz. Astaghfirullah hisab Dafa. Rakam awal 6. Ajib. Wa aina Dafa? Liani usyrik ma'ahu. Ma'i Ustaz. Idan nahnu nastaqdim hisab wahid li salasa asfas. Masyaallah. Ata yakun sebagai ikhtisadan Ustaz. Idan al-bayt mutaqaribah. Nah, ana fi rayah ma dafa ma. Ana fi rayah. Subhanallah. Saya. Nah, baik. Baiklah, sekali lagi insyaAllah. Al-Rais, Amin Rais Al-Fasal, yaktub al-musyarakat itulab al-ladhina syaraku fi al-kira'ah. Mungkin dalika. Baik, idhan ahadal kalam, insyaAllah, ahadal bab, yashmal al-buyu al-manhi anha. Al-buyu al-manhi anha. Wa hakikatan, ahadal naw yang qasimu ila kismain. Al-bay al-manhi yang qasimu ila kismain. Al-qismu al-awwal al-bay' al-manhi alladhi yaqtadi an-nahyu fasadahu. An-nahyu yaqtadi fasad al-bay'. Hadha al-qismu al-awwal. Qala syabab, idzan al-ahadith alladhi waradat fi an-nahyi tufidu an al-fasad. Tufidu butlan al-bay'. Tufidu butlan al-bay'. Wa an-naw' aw al-qismu ats-tsani al-bay' manhi walakin la yaqtadi al-fasad. Hadha an-nahyu la yaqtadi al-fasad. Wa innama yaqtadi at-tahrim. Bal al-bay' sahih walakinahu muharram. Al-bay' sahih yatarattab 'alaihi intiqalul milkiyah wa nahwi dhalika walakin fa'iluhu athim. Karena al-bay' muharram liwujudi an-nahyi alladhi yata'allaq fi mala bi amrin khariji wa tariqah lil bay. Wala syabab idzan al bay an nahyu alladhi warada fil bay imma an yakuna an nahyu yaqtadi al fasad wa imma la yaqtadi al fasad. Mata yaqtadi al fasad idza kana an nahyu yarji'u ila khalalin fi ruknin min arkanil bay aw syartin min syuruti al mabi. Hala yuaddi ila fasadil bayt. Walakin idza kana an-nahyu yata'allaqu bi amrin khariji laysa bi arkanil bayt wala syuruti bal amrun khariji fa hadha an-nahyu la yaqtadi al-fasad bal yaqtadi at-tahrim wa wal aqdu sahih. Wallahu a'lam. Fa sanabda bi al-qism al-awwal wa huwa al-bayt al-manhi alladhi yaqtadi an-nahyu fasadahu aw butlanahu. Fa قال المؤلف رحمه الله تعالى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسف الفحل. فهذا الحديث رواه البخاري. هذا الحديث صحيح رواه من؟ البخاري. والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن أسف الفحل. ما معنى أسف الفحل؟ فشرح المؤلف فقال وهو ضرابه. وهو ماذا؟ ضرابه. ما معنى ضرابه؟ Dirobah. Pajak. Mana? Mana dirobuhu? Turukuhu. Jama'ahu. Jima'uhu. Jima'uhu lil unsa. Jima'uhu lil unsa. Turukuhu lil unsa. Turukuhu lil unsa. Sahih. Nah. Fa jima'u al-fahl lil unsa sama dirob. Dirob. Idzan al-ma'na al-awwal min asbi al-fahl huwa dirobuhu. طرقه للأنثى طرقه للأنثى ويقال أيضا معنى أسب الفحل يقال أيضا ماذا ماؤه أسب الفحل وما فحل ما الفحل ماء الفحل
Minal Irot. التفسير الأول من معنى الحديث عن أسب، والتفسير الثالث هو أجرة ضرابه، أجرة مال جماعه. فهذا هو ثلاثة تفاسير في معنى النهي عن أسب الفحل، وبالتالي يحرم ثمن مائه ما دام يعني ماؤه ما دام جماؤه حرام فيحرم ثمن مائه، وكذا أجرته في الأصح، وكذا أجرة الضراب في الأصح. قوله في الأصح يدل على ماذا؟ على وجود الخلاف الشديد، صحيح؟ قوله ماذا في الأصح يدل على وجود الخلاف الشديد، لماذا؟ لأن هناك مقابل الأصح من يقول بجواز استئجاره للضراب، استئجار الفحل للجماع، هذا منهم من يقول بجواز ذلك، ولكن هذا القول ليس وليس الأصح بل هو مقابل الأصح. وهذا يا شباب، إذن النقطة الأولى البيع المنهي هو ماذا؟ بيع عسب الفحل، وتفسيره يتكون من ثلاثة أنواع. أولا إما المراد هو ضرابه، وإما المراد هو ماؤه، وإما المراد هو أجرة ضرابه. واضح؟ لماذا ما العل أو ما الحكمة أو ما السر في نهي في هذا النهي في نهي عسب الفحل؟ ذكر في الشرح ما عندكم في كتابكم، والمعنى هذا فيه والمعنى فيه في هذا النهي ما المعنى؟ هو أن ماء الفحل ليس بمتقوم، ما أن من شروط المبيع ماذا؟ أن يكون متقوما، لذلك اختل هذا الشرط. وكذلك يقولون ولا معلوم هذا ماء الفحل غير معلوم، كم مقداره، كم قطرة، هذا غير معلوم القدر. وكذلك ولا مقدور على تسليمه، فماذا؟ فصاحب الفحل لا يقدر على تسليم الماء الفحل لأنه من داخل الفحل. نعم، وبالتالي هناك بعض الشروط لم تتوفر في هذا البيع الذي يؤدي إلى عدم صحة البيع، يؤدي إلى ماذا؟ بطلان البيع أو فساده. واضح يا شباب؟ إذن هذا النهي لماذا؟ هذا منهي لأن هذا البيع لم يتوفر فيه بعض الشروط، لم يتوفر فيه ماذا؟ بعض الشروط، منها ماذا؟ أنه ليس بمتقوم أولا، وثانيا أنه ليس معلوما، وثالثا أنه ليس مقدورا على تسليمه. هذا الذي يسبب النهي، وبالتالي النهي يقتضي ماذا؟ فساد البيع، لأن النهي يرجع إلى خلل، إلى خلل في بعض الشروط، في بعض شروط البيع. وهذه يا شباب النقطة الأولى. Ustaz Ma'adirata Ustaz. Nah. Amma bilugatina ada Ustaz. Lama apa? Ayo. Kayf ya ni. Durabu an yujami al-fal. Fal yani jantan, jantan. Al-fal ada jantan min kulli hayawanat. Masalah nahnu mada man sahibu jantan yani yaquli sahibil unsa idfa kada fi kulli jima idfa kada. إذن كأنه يبيع مالا منية الفحل ذراب يأخذ أجرته. نعم، ماذا بلغتنا هذا؟ إذن زد أفون زد ماءه هنا بمعنى مني. إذن زد أيوة مني الفحل. نعم،
Maniul fahl al-murad maniul fahl. Nah. Hal yaksud huna ikhrajuhu awalan thumma yabi'uhu aw yani jima'uhu mubasharatan ya Ustaz. Amaliyah amaliyatuhu. Jima'uhu kadzalika ma'uhu kadzalika fa huwa yufassiru dzalika wa dzalika ada kadzalika. Bidzalika hunaka salah satu tafsir. Sawa kana jima'uhu wa hatta ma'uhu kadzalika wa hatta ujratuhu kadzalika. Fa hunaka salah satu tafsir fil nahyi an asfil fahli wa kulluhu muharram, kulluhu muharram. Sawa kana jima'uhu aw ma'uhu aw ujratu jima'ihi ala kullu dzalika fi salah satu tafsir kulluha muharram. Wadih? Lakin kan hadza kenapa? Hadza ma yatarabbi prostitusi au mucikari gaza Ustaz. Hadza fil hayawanat ya akhi, fil hayawanat. Ama fil insan tama min babi aula haram. Takilah Farhan. Takilah. Astu. Nah, fil hayawanat. Nah. Oke. Okay. Nah, fa mada idan? Ada fi khilaf dari al-fuqaha fi ujrati ad-dirab, fi ujrati ad-dirab. Manakah man yaqul bi jawazi akhdhi al-ujrah lid-dirab limadha kal istiqyasan ala al-istijar li talqih an-nakhli. Istijar syakhs li talqih an-nakhli fa hadha fi mahall khilaf fi hadhihi al-mas'alah. Walakin kama dhukira fi kitabikum yajuzu fi syarh yani wa yajuzu an yu'ti an yu'ti sahibul unsa sahibal fahli ma la yu'ti syai'an hadiyatan bi aqdil hadiyah laysa bi aqdil bai' ana wala yajuz walakin bi aqdil hadiyah jaiz wa hadhil hadiyah laysat mashrutah laysat mashrutah ba'da an tamma yani amaliyatul jima' amaliyatul fahl dirafa yu'ti syai'an hadiyah tafadhal syukran laka ala musa'adatika fa hadha jaiz bal al-iyarah lid-dirabi mahbubah ay mustahabbah ila kana sahibul fali yu'iru fahlahu biduni muqabil yani anna al-iyarah famala fala huwa al-mustahab fala huwa al-mustahab wadih khalas an-nuqta al-ula khalas asbul fahli man hiya jamil idan المنهي الثاني البيع المنهي الثاني هو وعن حبل الحبلة ذكر في الحديث كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة ما معنى حبل الحبلة المؤلف يفسر معنى حبل الحبلة أولا بتفسيرين بتفسيرين التفسير الأول هو نتاج النتاج عفوا wa ma'na hablul hablah wa nitajun nitaj wa nitajun nitaj yufassirul mu'allif bi bimala bi naw'aini annahu al-awwal bi an yabi'a nitajan nitaj wa naw'u tsani aw bi samanin ila nitajin nitaj wa kilahuma yani muharram wa batil wal bai' fasid ma ma'na nitajun nitaj al nitaj al murad huwa mala al walad al walad idza lagi yuqal ila fi kitabikum ila an talida hadhihi daba wa yalid waladaha idzan huwa hafid fa waladu waladiha nitajun nitaj waladu waladiha idzan hunaka daba hadhihi daba hubla kalan hubla fa hadhi daba anjaba waladan wa hadha alwalad huwa nitajun nitaj idan naqul bil watina ma la hafid 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 min hadhi daba huwa yabi al hadid min hadhi daba nitajun nitaj fa nah sallallahu alaihi wasallam an habil habala wa huwa nitajun nitaj yani waladu alwalad min hadhi daba kaifa at-tariqa bi an yabi an nitajan nitaj fa qala al bai' ya akhi ana abi ulaka nitajun nitaj waladu hadhihi daba waladu waladi hadhihi daba ay hafidu hadhihi daba ajib hal yujad misal hadha wama hunaka tabur li anna hadhihi daba min naw' mumtaz wa bitali alladhi sayashtari kathir wa sayashtari
waladahu. Wahdahu. Dari waladahu. Okay. Abi tali nafas dari min jinsi fi kubur. Fi mana? Kubur di jauh di hadidab. Wala mungkin. Abi tali nah sawasalam dalik. Abi an yabi anita janita ti akhi abi ulaka walada hadhihi addaba walada walad walada waladi hadhihi addaba idan huwa mala anta lidah hadhihi addaba wa yalidu waladaha waladu waladi hadhihi addaba hafid ala la yajuz au at-tafsir al-thani bi an yaj'ala nitajan nitaj samanan samanan yaqul au bi samanin ila nitajin nitaj misalan هناك شخص يشتري رزا كم كنتال واحد فقال البائع أين ثمن فقال الثمن هو نتاج النتاج عند الدابة في البيت بعد ولد ولدها سيكون ثمنا لك هذا كذلك لا يجوز إذن سواء كان نتاج النتاج يجعل مبيعا أو يجعل ثمنا للمبيع فهذا كلاهما لا يجوز لما أولا لورود النهي والثاني هذا النهي يقتضي الفساد لماذا هذا النهي يقتضي الفساد والبطلان ذكر عندكم وبطلان البيع في الشرح الأسفل يعني وبطلان البيع المستفاد من النهي على التفسير الأول أين التفسير الأول بأن يبيع نتاج النتاج هذا التفسير الأول إيه ما هو لأنه بيع بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه هذه هي العلة هذا هو السبب في التفسير الأول لماذا لا يجوز بيع نتاج النتاج لأنه أولا بيع ما ليس بمملوك البائع لا يملك نتاج النتاج لأن الآن ولم يخرج أصلا صحيح ما زال في البطن والذي فإن إذا خرج هل سيرد أم لا؟ بالتالي هذا غير مملوك لم يكن مالكا لهذا والثاني ولا معلوم ولا معلوم كم عدد نتاج النتاج وهل ذكر أو أنثى وهل سيرد أم لا؟ هذا كله غير معلوم ولا مقدر على تسليمه لا سيما في التسليم طبعا لا يقدر البائع على تسليم نتاج النتاج كيف يسلم وهو الآن غير موجود واضح؟ بالتالي هذا البيع باطل فاسد لا يجوز لاختلال أو لخلل في شروط المبيع نعم والثاني على حسب التفسير الثاني ما هو التفسير الثاني ما هو التفسير الثاني أو بثمن إلى نتاج النتاج أن يجعل نتاج النتاج ثمنا بثمن متى الثمن إلى نتاج النتاج أنا أبيع لك أنا أشتري هذه ما أهل الرز متى تدفع إلى نتاج النتاج إذا أنجب هذه الغنم ولدا وولدها يلد مرة أخرى فهذا سأدفع إذن هذا كذلك لا يجوز لماذا؟ لأنه إلى أجل مجهول هذا التحديد من الدفع غير معلوم متى سيدفع لا أدري المهم إذا أنتج نتاج النتاج فهذا ليس أدفع فهذا لا يجوز كلاهما فيه خلل في شروط المبيع إما الخلل في جهالة المبيع أو مدة المبيع أو جهالة في ماذا هل يلد أم لا يلد غير معلوم ولا مملوك ولا مقدور على تسليمه لذلك يؤدي إلى بطلان البيع ولا شباب فلا يجوز بيع حبل الحبلة لورود النهي الذي يقتضي فساد البيع والثالث خلاص ننتقل إلى الثالث نهى صلى الله عليه وسلم عن الملاقيح والمضامين الملاقيح نهى عن بيعهما الملاقيح والمضامين والملاقيح وهي ما لا وهي ما في البطون الملاقيح هي ما في البطون من الأجنة جنين البهائم ما في بطون الأمهات من الحيوانات أو البهائم واضح هذا لا يجوز بيعه لأنه لا يعرف هل هو حي أم لا إذا خرج هل ذكر أو أنثى إلى آخره
ma fi dakhil batn al-amru fihi jahala. Nah. Baik, wal madamin wa ya ma fi aslabil fuhul. Ma fi aslabil fuhul. Ma mana ma fi aslabil fuhul? Min al-ma kadhalik, ay min al-mani. Alladhi fi aslabil fuhul ma zala fi dakhil. Sawun kana kharaja aw lam yakhruj. Ala kulluhu la yajuzu bai'uhu. Rawan nahi an bai'i ma malik fil muwatta'na. Limana ubutlanul bai' fihi ma lima ulima mimma dhukir. Ma la dhukir anifan. Alamul kudrah ala taslim. Wa alamul ma'lumiyah. Al-jahala ila akhiri kama sabak dhikiru qabla hadha. Wala syabab. Ilan bai'u al-madamin. Wa bai'u al-malaqih. كلاهما لا يجوز ومحرم وباطل لماذا لأنه يؤدي إلى لأن النهي يؤدي إلى خلل في شروط المبيع من عدم المعلومية ومن الجهالة ومن عدم القدرة على التسليم ونحو ذلك مما ذكر قبل قليلنا ثم كم الآن رقم كم خمسة ها الخامسة Al-Khamid. Nah, Al-Mulamasah. Ma ta'riful Al-Mulamasah? Al-Mulamasah ya bi'an yalmasa tauban madwiyan. Thumma yashtarihi ala alla khiyara lahu idha ra'ahu. Ala tafsir al-awwal. Wa tafsir al-thani. An yakul al-ba'i idha lamastahu faqad bi'tukahu. Idha lamastahu faqad bi'tukahu. Wadih? Hala yani la yajuz. Hala la yajuz. Nah. Oleh sebab mana makna tauban ghayr ghayr madhkur. Nama tuwi wa ghayr maftuh la yajuz an yuftah wa innama yajuz faqat an yalmas al kumas faqat ilmas faqat na'uhu kumas ma la thumma la yajuz an yuftah. Yashtarihi wala khiyar idha ra'ahu ba'da idha fataha wa ra'aha ma fi dakhilihi la khiyar hadha la yajuz lana fihi jahalah jahalah lil mabi' hadha la yajuz aw bi tafsir akhar idha lamastahu faqad bi'tukahu mujarrad al lamas fa ka'anna yaj'alu al lamsa syartan fil bay' yaj'alu al lamsa syartan fi al bay' Dali la yajuz. Dan kira huna. Tifa'an bilamsihi an ru'ihi. Yakfi bilams. Wala yaroma fi dakhirihi. Ala la yakfi. Ida lamas tahu fakat bi'itu kau iktifa'an bilamsihi an sirah. Iktifa'an bilamsihi an sirah. Bidini sirah. Mafi kalam. Al-muhim. Ida lamas tahu la yakum maqam sirah. Nah, dalika kebi'itu kadishtaraita. Nah. Aw yabi'ahu syai'an ala anahu mata lamasahu. لازمه البيع وانقطع خيار المجلس وغيره فهذا كذلك لا يجوز أي يجعل لمسة ما لا دليلا أو علامة على لزوم البيع هذا لا يجوز إذا لمسته خلاص تم البيع ولازم البيع فهذا لا يجوز حرام في ذلك لماذا لعدم الجهالة في هذا الموضوع وعدم الصيغة wa adami ru'yah wa ila akhiri alihi kulluha la yajuz fi hadha al-bay' wa li sabab idan indama yashtari al-mafrud wa kullu wa'd yajuz an yalmas wa yaftah al-matwi wa yufattish jayidan mungkin yujarrib kadhalika hal yunasib aw la yunasib hadha al-kumash al-thawb wa hakadha ila akhiri hatta yadma'in thumma yashtari nah thumma arkam kamal rakam sadis. Wal munabada. Al munabada, ma ta'riful munabada? Ma'na munabada. Al munabada bi ma'na ar-ramyu aw al-ilqa. Ar-ramyu, ma'na ar-ramyu yarmi yani. Bi an yaj'al an-nabdha bay'an. Yaj'al ar-ramya bay'an. Ha? Kaif yani? Yaj'al النبذة بيئاً اكتفاً به أن السواح ويقول أهدوما مثلاً أنبذوا إليك ثوبي أنبذوا بمعنى أرمي أرمي إليك ثوبي بأشرف فيأخذها الآخر
بمجرد الرمي تفضل ارمي هذا الثوب اشرط على فقط فياخذ الاخر فيشتري فهذا يكتفي عن الصيغه فلا يوجد هناك الصيغه انما هو يرمي فقط فقال هذا باشرف هذا باشرف فباشرف فياخذ الاخر او يقول تفسير الثاني بئتك هذا بكذا على انني على اني اذا نبذته اليك لزم البيع وانقطع الخيار هو يبين سابي باشرف بعدين اذا رميت اليك خلاص تم البيع ولزم وما في خيار بعد ذلك بمجرد ماذا الرمي ما ان المشتري له حق في الخيار خيار المجلس وله حق في ان ينظر جيدا ويقلب المبيع حتى يتاكد ويطمئن من شراء هذا المبيع نعم هلا شباب هل رقم كم المنابذة فيه تعبي كان في ماذا لعب كيف لغتنا هذا ليلانس هل هذا يشبه ذات او كيف يشبه ماذا ليلانس ليلان لا ليلان هذا جائز يا اخي ليلان له حكمه ماذا جائز بالعربية يسمى ماذا ليلان هذا بيع ماذا لا موجود بالعربية انا سأتي ان شاء الله لكن نسيت بالعربية المهم ليلان هذا جائز من يشتري أكثر فهو له بيع ماذا اسمه سيتو نعم هذا انظر ليلان بالعربية موجود في الشبكة ان شاء الله وهذا من البيوع الصحيحة ليلان جائز لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك أتى يعني صحابي بماذا حصير فبدأ الرسول يسأل الصحابة من يشتري هذا بدرهم فقال أنا بدرهم أنا بدرهمين إلى آخر المهم من يشتري أكثر فهو له فهذا جائز في بيع ليلان هذا جائز ليس المنابذة مثل هذا نعم يختلف واضح نعم. المهم ومجرد الرمي فقط يرمي هذا الثوب كذا اشتري ليس هناك صيغة ليس هناك رؤية مجرد الرمي فقط رمي فقط ولا بد أن يقع البيع ويلزم ولا يجوز الخيار ولا فيه هو يرمي كيف هو يرمي ثوب أجازة للمشتري صحيح يرمي ثوب للمشتري هل بأشرة مباشرة واضح يريد أو يريد بأشرة خلاص مشكلة طبعا في نوع من الإجبار والتالي بيع الحصى بيع الحصى انتهى الوقت ها طيب بيع الحصى نواصل إن شاء الله في الدرس القادم حتى يكون سواء مع فصل آخر في بيع الحصى كذلك عنيفا جيد بارك الله فيكم إذا أخذنا كم ستة أنواع من البيوع المنهي الذي يقتضي النهي فساده أو بطلان البيع نواصل إن شاء الله في الدرس القادم مواصلة من هذا ثم كذلك على القسم الثاني من هذا البيع بارك الله فيكم وفيكم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك